وللمزيد عن هذه الصفقة ينضم إلينا عبر الهاتف الشريك المؤسس في بوتيكات عبد الوهاب العيسى. أهلا بك يا زميل. حياك الله أخ أحمد، شكرا على المداخلة. حياك الله. يعني بداية، ما هو توقعك من هذا الاستثمار وانعكاسه على نشاط الشركة؟ طبعا بلا شك بوبيان للبتروكيماويات وغيرها من المستثمرين العالميين والمحليين اللي كانوا ضمن يعني الفندريز اللي سوته بوتيكات في الفترة السابقة، الهدف منه هو التوسع لأسواق جديدة. احنا اليوم نغطي دول الخليج، عمر الشركة سنتين، وهذا الاستثمار الهدف منه التوسع الى خارج دول الخليج في المرحلة الاولى طبعا الوطن العربي، والمرحلة الثانية يعني اوروبا وامريكا ان شاء الله في المستقبل. الصفقة اللي تم الاعلان عنها اليوم عبر البورصة ما هي بس لبوبيان بتروكيميكال، هي صفقة بوبيان هم جزء من مجموعة مستثمرين يعني مولوا هذا الفترة. يعني وهذا السؤال عبد الوهاب، هل نتوقع المزيد أيضا من الشركاء الجدد؟ يعني في الفترة الحالية يعني بوتيكات كفكرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، ومن بداية انطلاقتها في نهاية 2015 وكثير من يعني المجاميع الاستثمارية كانت تطلب الاستثمار او الدخول في شراكات مع بوتيكات، الا ان احنا يعني ارتئينا بان الوقت الحالي هو الوقت الافضل لدخول مستثمرين، لان الاهداف اصبحت اكبر مما كانت عليه قبل سنتين. طيب، وبالتالي يعني شفنا افضل الشركاء اللي يخدمونا استراتيجيا بوبيان وايضا مجامع داخليه يعني محليه من الكويت وعالميه، وتم يعني وقع عليهم الاختيار ودخلناهم معنا. في الفترة الحالية لن يكون هناك جولة ثانية من دخول المستثمرين يعني، لكن يعني هي جولة واحدة وانتهت، وسيتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ويعني بعد سنتين أو ثلاث سنوات يعني لكل حد حديث. طيب، صفقة يعني بهذا الحجم، هل تتوقع أن تمهد الطريق أمامكم لطرح شركة بوتيكات في سوق البورصة؟ يعني مثل هذا النوع من الأحاديث أعتقد ما زال الوقت مبكر جدا، يعني عمر الشركة سنتين فقط، كل الخيارات على الطاولة، كل الخيارات مفتوحة، قد يعني ننتهي بهذه الشركة في الإدراج بعد سنتين أو ثلاث سنوات الله العالم، لكن هذا ما هو قرار تم اتخاذه. بعد سنتين وثلاث سنوات على حسب الظروف في ذيك الأيام سيتم اتخاذ القرار يعني. نعم، مع شريك المؤسس في بوتيكات عبد الوهاب العيسى، شكرا جزيلا لك.